هذا اليوم من عاشوراء الموافق للخامس من محرم الحرام من سنة 61 للهجرة، وصل طاغية الكوفة عبيد الله بن زياد إلى منطقة النخيلة، وهي منطقة في أطراف مدينة الكوفة، وقد جعلها بمثابة خزان احتياطي لجيشه الذي خشي تفككه، ذلك لعلمه بفضل الحسين بن فاطمة عليهما السلام ومعرفته بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صلاحه وطهارة مولده يوفران له عامل جذب لاستمالة قلوب المحاربين ما يحول دون تكريس نفسه أميرا على الكوفة، الأمر الذي لا يتحقق له إلا بقتل الحسين لاستكمال البيعة للطاغية يزيد وتثبيت الحكم الأموي. وفي مثل هذا اليوم قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى كربلاء في 4000 فارس، وهناك انضم إليه الحر بن يزيد الرياحي في 1000 فارس، ثم بعث ابن زياد أيضا إلى الحسين بن النمير فسرحه ابن زياد في 4000 الذين كانوا معه إلى الحسين عليه السلام. وكان الشمر بن ذي الجوشن السلولي أول من خرج إلى عمر بن سعد في 4000 فارس، ثم أتبعه يزيد بن ركاب الكلبي في 2000، والمصاب الماري في 3000، ونصر بن حربة في 2000، فتم له 20000. ثم بعث ابن زياد إلى شبث بن ربع الرياحي، وكان ممن كاتبوا الحسين عليه السلام وبايعوا على الإمرة، فاعتل بمرض، فقال له ابن زياد: أتتمارد؟ إن كنت في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدونا. خرج شبث إلى عمر بن سعد في 1000 فارس، وأتبعه بحجار بن أبجر في 1000 فارس، ووجه أيضا يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم في 1000 أو أقل. ثم جعل ابن زياد يرسل 20 و30 و50 إلى 100 من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد، حتى تكامل عنده 30000 ما بين فارس وراجل.